طيب انت تاريخ كبير جدا معانا الساده المشاهدين مرتبطين بعمنا مصطفى حسين الجرني شطه، وشطه كان في الملعب بيدي رساله للجماهير كلها كما لو كنت واحد من ابناء النادي الاهلي اللي كانوا في الاشبال. انت جيت كبير، انا مش عارف عاوز ابدا معاك حقيقي، يعني لما بحطيت كده الفايل كده وعمال اشوف ابدا منين ولا منين. ما تيجي نبدا من السودان ولا ايه رايك؟ بلدي طبعا، مش كده؟ بلدي، يا بلدي اللي انا اتربيت فيها وعشت فيها. بتروح السودان كل قد ايه دلوقتي؟ كل ست شهور. كل ست شهور؟ انت عارف انا كل اسرتي في السودان كلها بالكامل، مفيش ولا قريب ليا في مصر غير اولادي. احنا قرايبك واخواتك حبيبي، ربنا يخليك، عشان كده انا عايش معاك وانا بتكلم. يعني قرابه دم، يعني انا حتى يعني لما جيت ما لقيتش حتى يعني حد يعني قريب ليه قوي، عمي وابن عم، يعني ما عنديش حد. لكن الان طبعا تبعت لهم عقود عمل وبتاع. لكن الحمد لله دلوقتي طبعا انا يعني اصبحت جزء من المجتمع، واسرتي اصبحت كبيره جدا بيك وبين النادي الاهلي. احنا سعداء بيك يا الله يخليك شط. فانا لما جيت يا مصطفى من السودان، انا جاي ادرس، انا مش جاي العب، انا جاي ادرس. لا لا استنى، ما هخليها دي على جنب عشان نتكلم بقى، عشان هنجيب سيره عم عبده البقال والشله دي كلها والكلام ده كله. انت في اي محافظه في السودان؟ الخرطوم. بتتقسم لثلاث محافظات. خرطوم، ام درمان او ام درمان، احنا بنسميها ام درمان. انت بتقول عليها ام درمان. ام درمان. ام درمان. طب انت احنا بنقول عليها ايه؟ ام درمان. انت بتقول عليها ايه بقى؟ ام درمان. ام درمان. من ام درمان. ام درمان. وخرطوم بحري، اللي هي خرطوم بحري ابل يعني. بحري وابل يعني. الخرطوم بحري دي اللي هي الخرطوم الشماليه يعني. الخرطوم انا متربي في حته اسمها حله حمد، بيني وبين الخرطوم النيل. بس النيل يعني، انا كنت بعدي النيل ده سباحه اوصل الخرطوم. انا كنت وانا صغير كنت سباح ماهر جدا، كنت بعدي النيل ده كله اعوم. ازاي انت بتعوم ما عندكش مايوه يا منى؟ كنت بعوم بالبيجامه. المهم كنا بننزل يا كابتن مصطفى، كل الحقيقه يعني السباحه دي مهمه بالنسبه لنا، لانه كان النيل جنب بيتنا. وبعد كده طبعا لعبت كره قدم في السودان. لا ما دي واحده بس، انت لعبت كرة شراب زي اللي عندنا كده في الشارع؟ حياتي كلها شراب. كلها شراب. من 7-8 سنين لحد 14-15 سنة. مين اللي قال إن الكابتن شطة وهو كده صغير ولعيب كرة كده هتبقى لعيب كبير في السودان وتوصل منتخب السودان؟ مفيش حد. خالص؟ يعني مفيش مدرب تقول له شكرا يا كابتن؟ في. مين؟ في مدرب اسمه يوسف مرحوم، وأنا في الجامعة بس. خدني بطولة الجامعات، وخدنا بطولة الجامعات، وخدت الهداف وافضل لاعب. هذا المدرب اسمه الكابتن يوسف مرحوم، كان بيلعب في نادي كبير ومدرب قدير جدا. هو ده اللي يعني، هو ده اللي انا بعتقد انه هو اللي بناني في الاول. بعد كده رحت الانديه، وبعد كده رحت بقى نادي التحرير السوداني. نادي التحرير ده هو النادي اللي انا انتقلت فيه منه الى النادي الاهلي المصري. وما زال النادي التحرير ما زال موجود. بس نزل درجه ثالثه. درجه ثالثه. انا من يوم ما سبته يا مصطفى مش عارف. يعني انت اللي ابيت بيه. طيب برضو ما جاوبتنيش على السؤال، كنت بتشجع نادي ايه؟ ما كنتش بشجع نادي خالص؟ خالص. لا والله. والله انا دماغي ما كانتش كوره يا كابتن مصطفى خالص. انا بلعب كوره، كنت عندي هوايه القرايه، مذاكره، الموسيقى. انت هتقول لي على الموسيقى، انت هريتنا شرايط حضرتك، والمزيكا والجيتارات.